لقيت مجموعة شباب وبنات وستات أهلهم كانوا أسرة كاملة طلبوا إنهم يتصوروا معايا. أنا شكلي غلط. الرد جالي من المستشفى في الهند في مومباي، قالوا لي إحنا حالتك اي اف وفي عدم انتظام في الضربات البطينية، وهتمضي على إقرار إن حضرتك داخل العملية على مسؤوليتك الشخصية. قلت يا رب شوف لي حل، لكن أنا مش هخاطر بنفسي وأنا عندي 3 أطفال وأنا المسؤولة عنهم. لقيت الدكتور محمد ضياء شخصيا بيكلمني وقال لي انزلي من مومباي واعمليها في بلدك وهتعمليها بالبنج الموضعي ومفيش اي ريسك عليكي خالص. قلت له طب همضي اقرارات او حاجه ان انا عامله العمليه دي على مسؤوليتي الشخصيه؟ قال لي ولا في اي حاجه خالص. انا وزني كان 143 كيلو، النهارده انا 100.